حفيد الله فان جماعة بدر غالي كتبعد على مدينة جديدة بحوالي 53 كيلومتر الطريق الرابطة ما بين جديدة والوالدية. غيديروا واحد الجولة هنايا في الشريع ديال جمعة ولاد غالم من جميع الخيالة كاملين. السلام عليكم. وعليكم السلام. داير خويا بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. عرف لي راسك وقيل شي كلمة على مهرجان. الزاهدي إدريس باردي أولا ورئيس جماعة ولاد غانم لمنظمة مهرجان ولاد غانم ثانيا. إذا هذه أول مرة كتنظم جماعة ولاد غانم بشراكة مع المجتمع المدني مهرجان لولاد غانم. بغينا نعرفوا به بجماعة ولاد غانم ونرجعوا لها الأمجاد ديالها، لأن جماعة ولاد غانم راه جات واحد المقدمين وفرسان كبار معروفين وطنيا وكذلك على كل المؤهلات اللي عندنا في الجماعة، ونحتفلوا بالمجتمع المدني اللي عندي في الجماعة، لأنني بلي خديت تولي الرئاسة جيت لقيت واحد الطاقة ديال الشباب ونساء هائلة، وهذا مهرج باش نفتخروا بهم وباش نديروا لهم واحد التكريم للمجهودات اللي كيديروا. فمرحبا بالجميع. كنقول لهم مع الصباح الصحراء وفي العشية جبت الخير والسهرة. هادشي اللي كان. شكرا تبارك الله عليك. فين جاو جمعوا الخيالة اليوم مع الافتتاح، كلشي الخيالة التحقوا هنايا براس المحرك. قدم المهدي مجيب. بس العلامة عيد الحبة وش عيد الحبة والعلامة إلا كان سمعت حقبين هنا في الواجهة في المقدمة تقول أن تكون السادة العلامة بوحدهم لا جلس بشر باش نحترم. غيديروا واحد الجولة هنايا في الشارع ديال جمعة ولاد غالم من جميع الخيالة كاملين، نتمنوا لهم السلامة والتيسير. حيد اليسري الله يحفظك خويا الله يكبر بك. الخيالة غيديروا جولة في الشارع ديال الجماعات جماعة ولاد غالم، نتمنوا لهم السلامة والتيسير والله يسخر الخيالة كاملين. سمحوا لينا على التزعزيع، سمحوا لينا على الكاليتي لما كانت شي مزيانة مع الليل. تبارك الله اللهم بارك. وهو كيدور مع الخيالة. تحية ليكم خويا مباشرة من جمعة. تحية خويا المعلق مؤمن معلق هشام بحضور الرئيس ولي الزايدي. لواحد شي حاجة روعة، شي حاجة لأول مرة كنشوفها في التاريخ. اليوم الافتتاح ديال مهرجان جمعة ولاد غانم الدورة الأولى، كما كتشوفوا واحد الجولة على الشارع ديال جماعات ولاد غانم لشي حاجة اللي هي كانت رائعة. تحية ليهم اللهم بارك على رأسهم سي إدريس الزاهدي معلق مؤمن معلق هشام. تحية للخيالة.
غانم المالكي. تحية للسعيدي. ولا الخيالة وكاين سهرات ليلية
كاين البحر، كاين كلشي اللي بغى يجي للمهرجان ديال جماعة ولاد غالم. اقليم الوالديه والناس غني، البحر ديال هذه المنطقه ديال الوالديه وجمعه ولاد غالم وسيدي موسى وحرشان ومريزيقه، راه بحر واحد وغني على التعريف. ونتمنوا السلامه والتيسير للجميع، والله يسخر لهم.